واش خبرك باللي جوج ديال الاخوه اشقاء كيلعبوا في جوج ديال المنتخبات افريقيه مختلفه؟ باش تعرف اكثر خليك معنا. كيتعلق الامر بموريس غوميز حارس منتخب غينيا بيساو، والفريد غوميز حتى هو حارس مرمى لكن المنتخب السنغال. تزاد موريس في كونيو شمال ايطاليا سنه 1997، واخذ الجنسيه ديال الام ديالو اللي كتنحضر من غينيا بيساو. تم الاستدعاء ديالو لاول مره في تصفيات كاس العالم كاحتياطي في تشكيله غينيا بيساو اللي واجهت المنتخب المغربي في التصفيات الافريقيه المؤهله لمونديال روسيا 2018. اما الفريد اللي هو الاخ الاكبر تزاد في سنه 1993 بزيكين شور في السنغال واللي هي منطقة حدودية مع غينيا بيساو. انضم المنتخب السنغال سنة 2017 وسبق له لعب مع العديد من الأندية الكبار فحال غين الفرنسي بجانب المغربي نايف أغرد. وتم استدعاء ديال ألفريد للمنتخب إيطاليا تحت سن 20 سنة لكن رفض وقرر يلعب قميص أسود تيرانغا، وشارك معهم في مونديال روسيا 2018 وكأس أمم إفريقيا بمصر سنة 2019 اللي تحول فيه من حارس احتياطي إلى حارس أساسي من بعد إصابة ديال إدوار ميندي. وعاون ألفريد منتخب بلادو البلوغ المباراة النهائية، ومن بعد عامين حقق معهم اللقب كأس أمم إفريقيا 2021 اللي تنظمت في الكاميرون.